طبعا هذا الشيء يعني ترك اثر على المكاتب الهندسيه والعمل فيها، احنا تاثرنا صحيح، لكن هذا التاثير انا نعتقد المصلحه تقتضي اننا جميعا نقف مع الكود، ندعم المشروع الوطني اللي في الاخر هو في مصلحه للمستفيدين من قطاع البناء والتشييد، يؤدي الى رفع الجوده. لكن تتخللوا بعض الاشكاليات بالنسبه لكود البناء السعودي، بحيث انه هو الان صدوره عبارة عن باللغة الإنجليزية، وإحنا نحتاج إنه يكون معرب باللغة العربية حتى نتأكد من مناقشة الاختلافات اللي موجودة مع الإخوان المسؤولين عن نظام الكود البناء السعودي. هذا مهم جدا لنا إحنا، لأنه في أنظمة في كود البناء السعودي تتعارض مع اشتراطات أمانة محافظة جدة والأمانات الباقية. ايضا يمكن الكود الشيء اللي ترك اثر انه تم وضع لائحه غرامات شوي مرتفعه، فسألت تخوف عند قطاع المكاتب الهندسيه او قطاع المقاولين او حتى المستفيدين اللي هم اصحاب العقار، لان الغرامات تشمل الجميع والغرامات نوعا ما مرتفعه. اعتقد يعني الجزئيه هذه كان لها اثر، اعتقد ان شاء الله في المستقبل القريب يعني الكود راح نشوفه مطبق بشكل تام. اما انك كنت تلزمني ان انا الم بمعلومات ما يقارب 12,000 صفحه من ذيك من الكم الهائل، وطالبني بمسؤوليه عنها وتقول لي انك انت عليك غرامات وغرامات تخوف، ما حد يقدر يجرؤ انه يخش يشتغل في هذا المجال بسبب الغرامات. يعني كم انا اخذ من العميل وكم تفرض علي غرامات تدمرني؟ انا صراحه الموضوع كبير جدا. المصمم اللي بيصمم المشروع كل شيء ذا بالنسبة كإنشائي ومعماري يحتاج إنه هو الأمور تكون واضحة معاه، بحيث إنه في حال وجود ملخصات لكل كود بتكون أسهل وأسرع للتصميم. المكاتب ما هي راضية تغامر وتخش تسوي رخص بسبب الغرامات المخيفة اللي موجودة، عرفت علي، على نظام بلدي مغرمات ب50,000 و30,000 و40,000 ومدري توصل لغاية تقول لك نص مليون. موضوع صراحة أنا لو أوريك صراحة أوفر جدا، ما هو منطقي.